القاهرة لدمياط لراس البر. الله، لقيتها وأنا يعني فتى مليء بالأحلام والأمال. كانت راس البر اللي انتوا حضرتكم تعرفوها، العشش جميلة. أنا الحقيقة جيت المدينة زي الفل، مدينة راس البر زي الفل، لكن احنا عندنا يعني شطارة عظيمة جدا في احنا نحول الحاجات الحلوة اللي ليها خصوصية لحاجة شبه أي حاجة. فراحت العشش وراحت الحاجات، بنت البيوت اللي انتوا حضرتك شايفينها ورايا ديت. وأنور سأل الراجل حد من الناس اللي موجودين، قال له يعني هنا البيت بكام ولا بتاع؟ قال له 60 متر، يعني شقة صغيرة كده 60 متر تخش لها في 1.5 مليون، 2 مليون، لو أكبر من كده تخش في 4 مليون 5 مليون. مع إنه زمان كانوا بيعملوا حاجة غريبة، بياخدوا الخوص والحصر والحاجات دي يعملوا منها العش. كانت بتكلف أظن، هقول لكم الأرقام بس أنا هخليها في العموم. ويقعدوا في الصيف، يجي الشتاء يطير العش، خلاص مع السلامة مش عايزينها خلاص. إيه جمال العشة؟ أولاً بتيجي تحس إنك أنت مش في بيتك بقى، في حاجة تانية، زي ما بتروح فينيسيا الوقت تشوفها مثلاً تحس إن أنت في دنيا تانية. أدي أول حاجة، إنك بتيجي تعمل طقس ما بتعملوش أبداً، مكان بتعيش فيه غريب جداً، تطلع 3 سلالم. أنا جيت سكنت في العشة دي، تطلع 3 سلالم، وهبة بتقولي بسرعة مش عارف ليه، ما إن إحنا جايين يعني كله تمام يعني. تطلع 3 سلالم وتلاقي العشة، أوض صغيرة كده جميلة. إيه العبقرية في العشة؟ إن البنى من الأرض الطبيعية، من الخوص اللي موجود. طب زق بقى كمان أهم حاجة، إن العشة الخوص ده لما يتحطوا في بعضه كده لا يمكن يلزق زي الأسمنت الغبي، إنه مفيد طبعًا، فيبقى فيه فتحات تقوم تدخل هواء، ما نحتاجش تكييف ولا حاجة. لكن إحنا ضيعنا كل دوت. واحد من مرسى مطروح بيقول لي صح، من راس البر بيقول لي صح صح. إحنا داخلين دلوقتي، تعال أنت بقى، أنت مش طارق. طيب بص، امشي بقى بالكاميرا كده وريني هنا بقى عند الفنارة اللي أنت شايفها لونها طوبي كده، البحر، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط يلتقي مع النيل، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. شوف العبقرية، العلم راح وجه، خلي بالك طبعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يبغيان، يعني شوف عند الحتة دي لما بيخش النيل مع البحر، يخش النيل مع، لا يمكن يعتادوا على بعض، ده ثبت العلم. في سورة الفرقان كمان فيه هذا عذب فرات، اللي هو ده، خليك معايا انت، ده العذب الفرات، هذا نهر النيل العظيم. وامشي بقى كده، واللي هناك ده اللي انت شايفينه عند الفنار ملح وجرس. تعالوا بقى ايه، احكي لكم شويه حكايات عن راس البر اللي بدات تبقى بقى مدينه حقيقيه في اوائل القرن، تقدر تقول 19، نص 19، لكن سخنت الاحوال قوي قوي مع الحرب العالميه في راس البر. حكايات كتير طبعا يزينها الست ام كلثوم. السلام عليكم. ايه السمك جه ولا ايه؟ اه طيب كويس. من سنين طويلة وقف هنا المقريزي، ويبدو انه كان عايش قصة حب. بس قبل ما يحكي قصة الحب، في قصيدة اسمها مرج البحرين، اتكلم كلمتين كده يعني من باب الجمال، سحر المكان. ما كانش فيه المناظر دي، كانت جزيرة يسموها جزيرة دمياط. ف
فقال لي يا عمك المقريزي بقى: فيا حسن هاتيك الديار وطيبها، فكم كم حوت حسنا يجل عن العد، فلله أنهار تحف بروضها كالمرهف المسكول أو صفحة الخد. يا سلام، خد بيت كمان: وفي مرج البحرين كم عجائبي تلوح وتبدو من قريب ومن بعد. وبعدين بقى في الوسط حكى قصة الحب اللي أنا معرفش عنها حاجة، بس لما قريت مرج البحرين حسيت إنه لازم نشوف إيه الحكاية بتاعت المقريزي في راس البر، هنحاول نشوفها ونقول له. راحت الدنيا وجت على المكان دوت، لكن الصوفية ليهم دور في الحكاية دي. كانوا بيجوا عند شيخ هنا اسمه شيخ أبو المعاطي، ده اللي بيحتفلوا بليلة المولد بتاعته في نص شعبان. وبعدين الشيخ كمان في شيخ اسمه سديد بتاع الطريقة السنانية، وفي كمان الشيخ صياد، يخلصوا الاحتفالات بتاعتهم وبعدين تمام بقى يجوا يتفسحوا هنا ويصطادوا ويتبسطوا وهيصوا. وتوالت الناس على هذا المكان المسمى براس البر لغاية ما أحداث كتيرة بقى. طبعا محمد علي اهتم بيه لأن مينا دمياط مهم جدا كان لمحمد علي، وبعدين هنا حصلت غزوات هذه الأرض الطيبة من الأراضي اللي شهدت معارك لا تنتهي، لأنه مكان مميز جدا بطول نيل والبحر الأبيض المتوسط بيبص، ولذلك كانت العلاقة وطيدة ما بين هنا وما بين جنوب أو يعتبر شمال البحر المتوسط من عندنا، يعني لو إيطاليا وصقلية واليونان والحتت دي كلها كان في علاقات وطيدة بينهم وبين المكان ده، وحصلت حروب كتير جدا يعني فوق عد زي ما أنت عايز من أيام. فاكرين لما كلمتكم عن الإسكندر الأكبر إن هو لما مات قال أنا مش هحكي الحكاية اللي كانت في سيوة إلا لما أروح مقدونيا لأمي، وبعدين مات فحاولوا ينقلوه، مش حاولوا خدوه ينقلوه إلى مقدونيا، هو ماشي بطليموس طلع مننا من عند دمياط وجابه في معركة كبيرة جدا وقدر يجيبه، عشان كده احتمال كبير جدا يكون مقبرة الإسكندر الأكبر تكون موجودة في اسكندرية لسبب القصة دي، إن بطليموس الأول حب ياخده ويحطه هنا عشان يثبت دعائم ملكه، بطالما طبعا حكمه تاريخ طويل كل ده في المنطقة دي. لكن لما جت الحرب العالمية كانت الناس بتصيف في اسكندرية، الناس الخواجات والناس المريشين، فزي ما تقول كده ربنا، أنا عايزك تجيب المنظر التحفة ده. بص بص، وفي راس البر بقى لما قامت الحرب بدأت الحكومة المصرية أيام بقى الولاة والخديوي وبعد كده محمد علي، ما بعد محمد علي يعني، والملك فؤاد والملك فاروق والثورة بدأت برضو بس على خفيف بقى، لأنه كانت اسكندرية انتهت الحرب العالمية فمبقاش في مشاكل عند اسكندرية. جم هنا في راس البر، وكان أستاذ صلاح منتصر كتب مذكرات كتير عن راس البر. كانت راس البر مكان مهم جدا، الحكومة بتيجي، وكان في فندقين، مصطفى النحاس بيسكن في أوتيل اسمه كورتيل، وخصمه أو بقى الحزب التاني ينزل في حاجة اسمها مارين، أم كلثوم كانت بتنزل في مارين ده برضه، عبد الوهاب ينزل في كورتيل ده. طيب بيقول لك انه ليلى مراد عاشت قصه حب مع واحد دمياطي وخدوا هيتجوزوا بس الحكايه باظت في الاخر. يقول لك كمان ان عمك نجيب الريحاني كتب هنا حسن ومرقص وكهين، قعدوا كتبوهم هنا. يقول لك كمان في الكتب وفي الروايات ان عمك عبد الوهاب هذا الجميل الموسيقار العبقري اللي نفسي اعمل حلقه عنه، بس اسمعكم حته حته من مقدماته الموسيقيه اللي مش معقوله، يعني حته حته من كل اغنيه حته تشوفوا قد ايه الراجل ده كان عبقري، مش بس ام كلثوم اغانيه، حتى اغانيه هو واغاني ابوها اغاني عبد الحليم. اول مره شاف السيده اقبال نصار زوجته كان هنا برضو في فندق كورنيش يوم 13 يوليو، رن التليفون فرض. الو، انا اسمهان، انا جايه بكره، فحجزوا لها على طول واهلا بيكي وهنستناكي.
تاني يوم اللي هو 14 ركبت اسمهان عربيتها وحصل اللي انتوا طبعا كلكم عارفينه، وقصة اختفاء سواق اسمهان حتى هذه اللحظة لم يعثر احد على سواق العربية اللي كانت فيها اسمهان. وقيل ما قيل طبعا، لكن هي وراها حاجة تانية يعني لسه لم يكشفها التاريخ بعد. وكانت نهاية قصة اسمهان. وكان يوم بقى ايه، لان الاوتيل قاعد يستنى اسمهان، ما بتخلفش موعدها، وبدأت الناس مستنية اصدقائها ومعارفها وبتاع، لان هم زمان لما كانوا يجوا هنا كانوا ممكن يقعدوا على الكورنيش ويغنوا يعني كده، مش حفلات ولا حاجة. لكن ما جاتش اسمهان، وكان يوم حزين على راس البر كلها، لانهم سمعوا في الراديو بان اسمهان عربيتها غرقت في المية وتوفت. في راس البر حكايات كتير. دي بس كده يعني ايه تسخين على راس البر. لكن عايز تعرف راس البر الحقيقية، تعالى تعالى. في المية دي في آثار لم تكشف بعد، آثار عملاقة، مدن ومدن 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 على فكرة متصورة، نزلوا تحت صوروها، ولذلك أسرار راس البر موجودة في هذه المياه، وعشان كده أسرارها مش ممكن هتخلص.